السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل يا الحبيب. بارك الله فيك وفي علمك. وإياكم وبارك الله فيكم. مرحبا بك يا أبا أحمد وسلمك الله يا أبا أحمد. بسأل حضرتك السؤال لو سمحت. اتفضل. هل هناك دليل في الإنجيل على بعثة سيدنا محمد؟ الله قال في كتابه الكريم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية. وعيسى عليه السلام يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وكلام الله، الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. لو مسحوا آية من الإنجيل هل تكذب ربك؟ هو حضرتك هل تكذب ربك؟ السؤال بس واضح يعني. أنا عندي آية تثبت إن سيدنا محمد في دليل على وجوده أو بعثته في الإنجيل، أنا أسلم حالا. يا أخي أنت تسلم أو لا تسلم هذه يعنيك؟ أنا عندي ربي، أصدق ربي وأكذب نفسي وأكذبك. صدق ربي، أصدق ربي الذي ذكر عيسى عليه السلام فقال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنا أصدق ربي وأكذبك وأكذب نفسي، لأن الذي قال هو الله. فما دام الله قال خلاص، قد تحذف امرأة آية من الإنجيل، قد تحذف واحد محرف يحرف الإنجيل، والله قال كذا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فأنا أقول لك، إذا كنت نصرانيا أنا أنصحك لله ثم لنفسك، والله لن تضر الله شيئا، لن تضر الله شيئا، لا أنا ولا أنت نضر الله شيئا، ولكن أعلم أن الذي يقول عيسى هو الله أو عيسى ابن الله أو الله ثلاثة يخلد في الجحيم. والذي يكذب برسول من الرسل، يعني نحن كمسلمين إذا كذبنا بعيسى كفرنا، عياذا بالله من ذلك. الذي يكذب رسولا كذب الرسل كلهم، كذبت عاد المرسلين.